السلام عليكم اصدقائي واهلا وسهلا بكم. اليوم فيديو جديد، بس اليوم الفيديو مو عن الجزائر، اليوم الفيديو عن سوريا. يوتيوبر سورية نزلت اغنية اسمها عيش حياتك. هي مو رابر، هي يوتيوبر. اليوم راح نتفرج عليها. اليوم يعني قلنا ننوع شوي بالقناة، يعني مو على طول الجزائر، خلينا شوي نفوت بسوريا شوي. بس اليوم معنا محمد صار زمان ما نشوفه. السلام عليكم. اليوم معنا محمد راح يشوف الاغنيه. طبعا هاي مو رابر، هاي يوتيوبر او فلوجر تقدر تقول، تعمل فيديوهات. وهي اكبر يوتيوبر، سوري، محمد مرضان يا جماعه ادعوا له. فهي اكبر يوتيوبر سوري، عندها 5 مليون مشترك. يعني هي تنزل فلوجات حلوه، تنزل فيديوهات حلوه، مقالب. يعني انا اول مره اسمع منها من يزن، والله اول مره اسمع ان في واحده يوتيوبر سوريه عندها 5 مليون مشترك من يزن. اي، فهي اكبر يوتيوبر يعني سوري، ففيديوهاتها حلوه. فهي ما لها علاقه بالراب، لكن نزلت اكثر من اغنيه راب، ونزلت هاي الاغنيه مع شخص ثاني. انا ما اعرف ايش جنسيه هذا الشخص، ولكن اسمه سيفان. ولكن سمعت انه هو رابر، يعني نزل اغاني السويديه، هو كردي كمان. طبعا نارين هي كرديه، سوريه كرديه، شلون الجزائر الامازيغ. نفس العمليه، هم جزائريين امازيغ وليس عرب. نفس الشيء هنا، هي كرديه سوريه، هي سوريه كرديه مو عربيه، فهمت علي؟ انما كرديه لها، بس تولدت وعاشت في سوريا. تماما، نفس الامازيغ ونفس الامازيغ في الجزائر، هم سوريين. يحكوا جزائري ويحكوا امازيغ، كيما هي بالضبط. لا نحكي من كثر ما وليت نهدر جزائري. مثل شلون، كيف مثل ايش كان اسمه، نسيتوه لهجته يا شباب، نسيتوه. خلونا نبلش بالفيديو. انا فهمت. خلونا نشوفه سيفان، انا متشوق اشوف سيفان. خلونا نشوف، بلش بالفيديو. يلا اسمع، حط الاغنية يا اخوي، حط السماعة. تمسك انت ولا انا؟ مو مالي من اي حد فينا. وهاي شغلة هاي صحراء كوتشي، بوت كوتشي. هذا حقه 2200 يا مان. لبسه حقه 1000 يورو. عيش حياتك وانبسط فيها، 1000 يورو. حبه جن ولا تفكر فيها، يلي راحت لا تزعل عليها، لا 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 لا، يلي بقلبك طلع لا تخاف بيها، يلا سمعني قولا، ايه ما تشتاق لك تقدى قولا، ايه اضحك ولا تخاف، بسيطة خليها، هي حياة وحدة حق عطيها، سابا عطيها. بحب البنت الايطاليانة و السورية مو ناسيانا، صحرا مثل ماريوانا. حلو الواد صوته كويس، ولا صوته مرتب في كلامي لك الصراحه. الواد بيغني راب، بس البنت بس قال عليك الصح، كانه توقع سوري. والله انا مو متوقع سوري، انا ممكن اقول تونسي سوري، ممكن تونسي او سوري، بس على الاغلب شايفين سوري يعني. تونسي. ما قال كلمة واحدة فيها لهجة سورية. جسمي مفي تاتو، والبس كرلساتو، مكسيكانو تاكوز بالبارتي، مفي الكول بكردي، اتو لا 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 لا، كارين دو بنزيما. لا ماشي ستايل اجنبي هذا. والله مكلفهم، كانه يعني سيارات لامبورغيني، لاند روفر، فيراري، وهي لابسه كلها كوتشي. كوتشي هذا الولد بطعم فوق 1200 يورو والله. روسي يا مان، وانت ماسك البيره وكوكوب. لا 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 لا، شوف يعمل لك هيك.
لا مجرم هسه هسه ايه حلوه الاغنيه هسه البدايه إيه؟ لا الولد هو اللي صوته كويس ولا بنيه البنيه برضو يلا عشان ما نقول شيء غلط كويس يعني. لا البنيه هي مو رابر بس حلو منها هيك يعني حلو منها بالعكس حلو من هذا الغناء لانه وطلعت هذا الولد لو كان إيه. في شيء طلعته وظهرته هسه الولد ايه ما كان معروف الولد سيفان فعلا انت مبدع اذا ما عرف ان شاء الله يكون يشوف الفيديو ما اعرف مبدع والله يوفقك بطريقك وشكرا لنارين اللي طلعت هيك مبدعين معاها والفيديو كانه فعلا الكليب كانه مكلفهم آه. يعني انا شفت لامبورغيني شفت فيراري شفت رانج روفر الصحراء اللي في دبي كمان دبي. طريقه الكليب يعني جدا متكلف مختلفة يعني رغم انه هي بس مجرد يوتيوبر يعني هي مجرد يوتيوبر يعني من هذا الكليب جدا 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 رائع يعني ما شاء الله اداء الولد صراحة في كله احترافي الولد صوته طريقته في الغنى بصراحة شي ستايل امريكي اجنبي عجبني كتير والله فهو سويدي هو كان يغني سويدي كمان اغاني سويدية يمكن المهم لهون يكون خلص الفيديو اتمنى يكون عجبكم الفيديو اذا عجبكم الفيديو لايك على الفيديو وتابعونا الفيديو هذا الثاني يلا السلام عليكم السلام عليكم. لا تقفل عشان ما سبناش. السلام عليكم يا اخوي. سكر يا اخوي.